لأكثر من 50,000 متظاهر في ساحة القصبة تحديدا، وتوافد أعداد كبيرة من المحتجين من عدة مدن في الواقع، والذين يواصلون للأسبوع الثاني مطالبتهم بإسقاط الحكومة المؤقتة. مصادر من المعتصمين تفيد بأن الجماهير تستعد في الواقع للتوجه إلى القصر الرئاسي في قرطاج، ويتهمون الحكومة بأنها ليست سوى امتداد للنظام السابق، ويطالبون بمجلس تأسيسي يحل محل الهيئات التشريعية القائمة، ويطالبون أيضا بإنهاء العمل بالدستور. ثورات صحيح، لكن هناك متابعة في الواقع من قبل الشارع العربي لنتائج هذه الثروات، وأيضا ما يقولون خشية من اختطاف هذه الثروات من قبل أطراف معينة. نعود إلى الشأن الليبي الذي